أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: هل يمكن للإنسان قراءة كتاب أو عمل شيء ما في أثناء سماع القرآن الكريم؟ لا، قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فيقطع الأشغال والحركات ويستمع لكتاب الله حتى يحصل على رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. في سؤاله الأخير يقول: لكن الحركات اليسيرة التي لا تفوت عليه تدبر القرآن لا بأس بها، أما الحركات الكثيرة والأشغال الكثيرة التي تحول بينه وبين تدبر كلام الله وإحضار القلب له، إن هذا لا يكون له أجر المستمع للقرآن. نعم.